عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني طلاب مدرسة بهجة العلم في المسابقة الرمضانية فوازير البهجة، والتي سوف يتم بثها يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر راديو البهجة. والآن تابعوا معي إخواني الطلاب هذه الحلقة حتى تتعرفوا على سؤال اليوم، ثم سجلوا إجابتكم في الكشف الذي تم إرساله سابقا. رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنتي. عن ماذا سنتحدث اليوم يا أمي؟ سوف نتحدث اليوم عن إحدى الغزوات الإسلامية. كم هذا رائع، هيا أخبريني وكل آذان صاغية. حسنا يا ابنتي، بدأت أحداث هذه الغزوة بعد وصول أخبار عن قافلة تجارية ضخمة لقريش يقودها أبو سفيان. عندها قرر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الخروج إلى القافلة والسيطرة عليها للرد على قريش التي أخذت جميع أموال المسلمين في مكة. وماذا حدث بعد ذلك يا أمي؟ عندما عرف أبو سفيان بخطة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاعتراض قافلته التجارية، أرسل يستنجد بقريش، وهنا جهزت قريش جيش كبير وصل تقريبا إلى 1000 مقاتل، بينما كان عدد جيش المسلمين لم يتجاوز 314 مقاتل. ودارت معركة قوية بين المسلمين وقريش انتهت بانتصار المسلمين. وقد حدثت هذه المعركة في 17 من رمضان للسنة الثانية للهجرة. ما شاء الله، حقا إن الله قوي لا يغلبه شيء. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن.